وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. إذن نرحب بك سعادة الوزير في نشرة الأخبار. بداية، ما أهمية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية الصين بشأن التعاون الاستراتيجي بين كلية البحرين التقنية وجامعة بكين؟ نعم، أسعد الله مساءكم بكل خير. ومن دون شك كان زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية أثر كبير جدا في فتح آفاق التعاون ما بين البلدين. ولا يخفى عليكم أن جمهورية الصين تعتبر من الدول الصناعية الكبرى، وبالتالي يأتي هذا الاتفاق الذي تم ما بين كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين وجامعة بكين لمد جسور التواصل والتعاون بين المؤسستين. فاليوم كلية البحرين التقنية تعتبر من الكليات الرائدة في مجال التعليم الفني والمهني في مملكة البحرين، ووجود مثل هذا الاتفاق مع جامعة بكين باعتبارها من أعرق وأرقى جامعات دول العالم من شأنه طبعا أن يعزز من قدرات كلية البحرين التقنية ويزيد من القدرة على تبادل الخبرات والاستفادة أيضا من الطرف الصيني فيما يتصل بالخبرات الفنية وطبعا إجراء الأبحاث المشتركة، وفي نفس الوقت التعاون في مختلف أوجه تطوير التعليم الفني والمهني. وبالتالي سيكون لهذه المذكرة انعكاس كبير جدا على أداء كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. نعم سعادتكم، مستقبلا ما هي آفاق التعاون مع جمهورية الصين فيما يتعلق في التعاون التعليمي؟ طبعا كما تعلمون جمهورية الصين تحظى بنظام تعليمي متقدم فيما يتصل بالجانب الفني والمهني، واليوم في مملكة البحرين هناك تركيز كبير جدا من قبل مجلس التعليم العالي في ضوء توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أن يتم استقطاب أفضل البرامج الفنية والمهنية، وطبعا تشجيع الطلبة في من مخرجات التعليم على الالتحاق بالتخصصات الفنية والمهنية بما يؤهلهم بشكل أكبر لسوق العمل. التعاون الآن مع الجانب الصيني من شأنه أن يساعد طبعا وزارة التربية والتعليم وكلية البحرين التقنية فيما يتصل بإعداد الطلبة لسوق العمل وفيما يتصل بإعداد وصياغة البرامج الفنية والمهنية المتقدمة التي طبعا تأخذ بعين الاعتبار التطورات الكبيرة التي تجري اليوم في سوق العمل والتغيرات التي تطرأ على نوع الوظائف التي يحتاجها سوق العمل. نعم. وهذا من دون شك سيكون له انعكاس كبير جدا على طبعا نسب توظيف مخرجات كلية البحرين التقنية بوليتكنيك في سواء القطاع الخاص أو في القطاع الصناعي بشكل عام، ولا نتحدث فقط على التنافس على مستوى مملكة البحرين وإنما أيضا أن تكون مخرجات كلية البحرين التقنية تنافسية حتى على مستوى الإقليم وعلى مستوى دول العالم. نعم سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.